السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله في العام خمسة وستين تسعمائة لما تخرجت فاطمة الشلحاوي من مدرسة الممرضات في الرباط كانت شابة في ربيعها الثامن عشر، كان تعيينها الأول في دار بين طنجة وتطوان، كانت الممرضة الوحيدة في المستوصف القروي لدرشاوي. وبالرغم من أنها تلقت تكوينا معمقا في الترويض الطبي، فقد كان عليها أن تتعامل مع كل الأمراض والحالات التي يستقبلها المستوصف. اكترت فاطمة غرفة في منزل إحدى الأسر، وبسرعة، تمكنت من الاندماج في محيطها الجديد، وصارت عائلات كثيره تعتبرها من افرادها، اذ ارتبطت بعلاقات وطيده مع النساء خاصه. كن تجدن فيها خير من يساعدهن على مواجهه مشاكل واعراض تخص النساء، اذ كن تستحيين من قبل ان تعرضن تلك المشاكل على الرجال من الاطباء. لم يكن ذلك ليعني البتة أنها كانت تتبنى موقفا عدائيا من الرجال فقد كانت تعتبرهم بمثابة الآباء والإخوة وما لبث تفاني الممرضة فاطمة في عملها أن تجلى تحسنا واضحا في الخدمات التي يقدمها المستوصف القروي لدرشاوي لسكان القرية وقد انبهر لذلك المندوب الجهوي لوزارة الصحة عندما زار المستوصف ودفعه اعجابه بما تقوم به فاطمه الى اتخاذ قرار بنقلها الى المستشفى الاقليمي في تطوان مبررا ذلك القرار بالحاجه هناك الى ممرضه متخصصه في الترويض الطبي. وبقدر ما يتيح القرار اعتباره تتويجا للجهد الذي قامت به فاطمه بقدر ما اعتبره سكان درشاوي خساره لهم. لم يكن امام الممرضه فاطمه الا الامتثال. التحقت بالمستشفى الإقليمي لتطوان كان من الامتيازات التي حصلت عليها أنها صارت تتوفر على سكن وظيفي داخل المستشفى هو غرفة مؤثفة في الحقيقة ساعدها ذلك على توفير بعض المال لإرساله إلى والدها لمساعدته مضت فاطمة الشلحاوي على النهج الذي كانت عليه في التعامل مع الناس حينما كانت تعمل في دارشاوي واشتهرت في تطوان بالممرضة الرباطية وصارت محبوبة لدى الناس، وكان أغلب زبنائها من الشبان الذين يتعاطون لرياضة كرة القدم، إذ كانوا كثيرا ما يحتاجون إلى خدماتها بعد إصابتهم بكسور أو التواءات أو ما شابه ذلك. كان في جملة من استقبلتهم في مصحة الترويض الطبي بالمستشفى الإقليمي بتطوان لاعب كرة القدم المعروف عبد الله البوعامري. وكان في تلك الفترة نجما مرموقا عائدا من احد الاندية الاندلسية في اسبانيا. كان البوعمري قد تعرض لكسر في ركبته تطلب وضع الجبيرة لفترة دامت عدة اسابيع. وبعد ان ازيحت الجبيرة كان عليه ان يخضع للترويض الطبي وبذلك صار من زبناء فاطمة. لم يكن الترويض يعني السماح للاعب البو عمري باستئناف اللعب ومع ذلك في يوم صيفي بينما كان على شاطئ مرتيل لم يستطع المقاومه اغرته مقابله على رمل الشاطئ ادى الجهد الذي بذله الى توعك على مستوى الركبه في تلك الفترة بينما تقاربت وطيرة حصص الترويض نشأت بين اللاعب النجم والممرضة الشابة فاطمة الشلحاوي علاقة عاطفية ما لبثت ان توجت بخطوبة تلاها بعد فترة زواج بالرغم من التحسن الذي عرفه الوضع الصحي للاعب البوعمري فان مدرب الفرقة التي يلعب لها لم يعد يعتمد عليها كما كان الحال فيما مضى صار الاسبوع بعد الاسبوع يلزمه كرسي الاحتياط. كانت نفسيته تتأزم كل مرة أكثر، وكانت زوجته فاطمة حاملا. بنهاية الموسم استغنى عنه الفريق. انغمس اللاعب في شرب الخمر، وأدى ذلك إلى ضائقة مالية شديدة لأسرته، كما أنه صار لا يفوت صغيرة ولا كبيرة ليثور ويصرخ. لم يكن سلوكه يختلف كثيرا وهو في الشارع نبذه رفاق الكره ولم يعد له من رفاق الا بين المدمنين الخمر بعدما وضعت فاطمه حملها وكانت انثى سمتها حنان صارت تضطر للعمل ايام عطلتها الاسبوعيه وكل اوقات الفراغ في مصحه للخواص غايتها توفير ما يساعدها على متطلبات الحياه هي لم تعد وحيده الان لقد صارت اما وهي زوجه لرجل مفلس وبالرغم من ان مسيري الفريق ساعدوه في الحصول على وظيفه معلم للرياضه وعلى اقتناء بقعه ارضيه شيدت عليها فاطمه بمجهودها منزلا متواضعا فان صاحبنا لم يكن يقيم وزنا للذي يجري من حوله ومضى يغرق كل يوم اكثر في الادمان على الخمر وبائعات الهوى في تلك الاجواء المتوتره ابدا كبرت حنان كان صراخ الاب السكير ايقاعا لكل الليالي كان الرعب يتملكها كل يوم اكثر صار والدها رجلا مرعبا ومخيفا لما كبرت وبلغت في الدراسه مستوى شهاده الدروس الثانويه كانت تستدعي من حين لاخر زميلات لها في الدراسه لانجاز تمارين او مراجعه الدروس وكم كان رعبها يكبر كلما رات والدها في سكره يحاول التحرش بزميلاتها لم تكن حنان تظن انه سيتحرش بها يوما ما كانت تقول انها في كل الاحوال ابنته وفلذه كبده ولكن الذي لم تتوقعه حدث ذات مساء بينما كانت والدتها في العمل حاول الهجوم عليها لاغتصابها تمكنت من الافلات منها والتجأت الى غرفتها واقفلت الباب باحكام منذ تلك الليلة صارت تتفاداه تكررت محاولاته وكثيرا ما تدخل الجيران لانقاذها ذات يوم لجأت امها الى الشرطة حيث تقدمت بشكوى في الموضوع تم اعتقال البوعمري ظل رهن الاعتقال الاحتياطي شهرا كاملا ولما قابل زوجته وابنته حنان في مكتب وكيل الملك بدا خائر القوى بدا وقد ندم على ما فعل رقت فاطمه لحاله واشفقت عليه ابنته حنان وسحبت زوجته الشكوى التي رفعتها ضده واشترطت ان يخضع لعلاج يخلصه من ادمان الخمر لما وافق اخلي سبيله في الاسابيع التي تلت بدا وقد التزم بما وافق عليه وما لبث ان غادر مركز العلاج واستعاد وظيفته كمعلم للرياضه الاشهر التي تلت كانت فتره سعاده وهناء بالنسبه لفاطمه وابنتها ولكن البوعمري بذرائع مختلفه عاود معاقره الخمر بدا بكاس في مناسبه واخر في مناسبه اخرى وصار يحدث المناسبات الى ان صار كما كان مدمنا على الخمر عاود الرعب حنان اذ صار والدها يتحرش بها كما كان يفعل من قبل ذات ليلة عاد البعمري سكرانا ثملا كان كدأبه يلعن ويشتم ويصرخ كان الجيران قد تعودوا على عربدات البعمري وكانت فاطمة ليلتها في ديمومة بالمستشفى لما دخل قصد الى غرفة حنان كان يحاول فتح الباب حاول كسره وكانت هي تستغيث من الداخل ذهب البعمري الى المطبخ واحضر سكينا كبيرا وتمكن من ان يفتح الباب كانت حنان في زاوية مظلمة من الغرفة وقد تكومت ارتمى عليها وهو يهددها بالسكين لما سقطت على الفراش القى بالسكين من يده لم يكن يتراجع كان مصمما على اغتصابها امسكت الشابة بالمدية وصوبت اليه ضربة بكل ما اوتيت من قوة نفذ السكين من الظهر الى داخل صدره بعد صرخة قوية لم يعد يتحرك تخلصت من ثقل جسمه وظل هو ملقا على بطنه فوق الفراش كانت ترتجف عادت الى الزاوية المظلمة لما كانت تستغيث كان احد الجيران قد بادر الى الاتصال بامها غادرت فاطمة مقر عملها مسرعة لما حلت بالمنزل وجدت باب غرفة حنان مفتوحا ولكن الغرفة كانت مظلمة ويأتي من عمقها نحيب دخلت انارت الغرفة كانت حنان متكومة في الزاوية وعلى الفراش كان البعمري ملقا على بطنه وقد انغرس السكين في ظهره اقتربت منه فاطمة جست نبضه كان ميتا. هكذا وجدت فاطمه نفسها امام عمليه قتل، القتيل فيها زوجها البعمري والقاتله ابنتها حنان. فكرت فاطمه في التضحيه بنفسها حتى تستطيع ابنتها الوحيده اكمال مشوارها مع الدراسه ومع الحياه. بعد ان هداتها اقنعتها بانها ستعترف بانها التي قتلته. لما ايقنت ان الشابة ستسايرها في خطتها مسحت اثار بصمات ابنتها من على السكين وحرصت على ان تترك على قبضته بصماتها هي بعد ذلك اتصلت بالشرطة لما حضر رجال الامن والوكيل العام للملك نقلت جثة البعمر الى المستودع البلدي للاموات بينما اقتيدت فاطمة وابنتها الى المفوضية هناك حكت المرأتان الوقائع وفق ما اتفقتا عليه وكانت فاطمه قد توقفت مطولا عند سلوك البعمري ومحاولاته المتكرره لاغتصاب ابنته الوحيده في المشرحه خلص الطبيب الشرعي الى ان البعمري لما مات كان في حاله سكر بين وان موته نتج عن طعنه في الظهر استعملت فيها مديه من الحجم الكبير نفذت الى قلبه كان على الطبيب الشرعي ان يجيب عن سؤال اخر سؤال يتعلق بما اذا توفرت علامات على ان القتيل كان يهم باغتصاب ابنته كان الرد ايجابيا تم اخضاع حنان للفحص ورصدت على جسمها اثار عنف وكانت ملابسها الممزقه دليلا اخر على تعرضها لمحاوله اغتصاب كانت فاطمه تدفع بانها انما سعت الى الدفاع عن فلذه كبدها ولم يكن امامها من سبيل الا استعمال السكين. في صياغه محضر الاستماع لفاطمه وابنتها حنان استحضر العميد الذي تابع الملف سوابق الهالك وخلص الى ان ما صرحت به فاطمه الشلحاوي وابنتها حنان يظهر احتمال وقوع محاوله اغتصاب. سجل العميد ذاك التوافق والانسجام في تصريح المرأتين ولكنه تحاشى التشدد معهما. لما أحيلتا على الوكيل العام خلص من استجوابهما ومن خلال ما تضمنه محضر الشرطة إلى توفر ما يثبت وجود حالة دفاع مشروع عن النفس طبقا للفصل السادس والعشرين بعد المئة من القانون الجنائي فأمر بحفظ الملف بعد إخلاء سبيل فاطمة وابنتها.